عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بألف خير. عيدكم مبارك أيها الأحباب جميعا في كل مكان. هذه رسالة العيد التي أتمنى من الله أن تصلكم وأنتم في أتم الصحة والعافية. وأريد أن أبعث برسالة لجميع الأشخاص الذين لديهم عروبة. إن غزة اليوم تقع تحت قصف الصهاينة المغتصبين، فلا نجد من إسرائيل إلا العنف والدمار. اليهود الذين يتشدقون بالإنسانية، ولقد تناسى اليهود أوتشفيلد كونسنتريشن كامب، معتقل أوتشفيلد الذي تمت فيه إبادة الكثير من اليهود على يد الألمان، واليوم يقتلون الفلسطينيين بحجة الإرهاب. فكيف تتحدثون عن حقوق الإنسان وتطالبون الألمان ما كما تقولون أن 5 مليون أو 6 مليون يهودي تم إبادتهم على يد الألمان النازيين في الحرب العالمية الثانية، والآن تقتلون الفلسطينيين بأي اسم تقتلونهم؟ وما الذي تريدون أن يجازوكم به؟ الإنسانية هي أن ترفعوا شعار السلام وأن تكون لديكم حمامته، لا أن تقتلوا الأبرياء في فلسطين وفي غزة. ولهذا نسأل الله أن يجنبنا وإياكم والفتن، وأن يعين الفلسطينيين والعرب على اليهود. وكل عام وأنتم ألف خير، والسلام من الله عليكم.